بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم في كورس اندرويد. بفضل الله تعاملنا مع الراديو باتن بسهولة، ولكن سؤال. انا دلوقتي عندي هنا اتنين، راديو باتن وراديو باتن، فكان التعامل معاهم بسهولة لان هما اتنين طبيعي جوه الاكواد هنا جوه البرمجه، يا دوب اف كذا الس كذا. طيب لو انت بقى عندك ثلاثة عادي هتعمل اف والس اف والس اف والس، هتظبط الدنيا مفيش مشكله، أربعة خمسة. طب لو زادوا قوي، هل في طريقه تريحني اكتر من كده؟ اه بفضل الله في طريقه. عن طريق ايه؟ عن طريق الار جي نفسه او الريديو جروب. ماشي، تعال نجرب، تعال نعمل، ناخد نسخة من التكست فيو ده كوبي، ونقف هنا نحطه بيست وننزله تحت كده، ونسميه تي اكس تي مثلا لانج. حلو كده. طيب وتعالى ننزل راديو جروب، تعالى ننزل راديو جروب اخر اهو، ده راديو جروب اهو تاني مختلف تماما عن اللي فوق. وادي توب ورايت وليفت ولي اوت ويدث ماتش كونسترينت، ماتش كونسترينت. اوكي اوكي ماشي. طيب ده الراديو جروب التاني اهو يا جماعه، شايفينه اهو تحت، تمام، من الكومبوننت تري اهو واقف عليه. عايز تسميه مفيش اي مشكله، راديو جروب ار جي لانج، راديو جروب ايه لانج، ماشي كده. طيب انا دلوقتي هنزل على الشاشه راديو باتن، راديو باتن هكتب جواه جافا، وهنزل راديو باتن تاني هكتب جواه رينج، وهنزل راديو باتن تاني هكتب جواه سي شارب، وهنزل راديو باتن تاني هكتب جواه سي بلس بلس، وهنزل راديو باتن تاني هكتب جواه كوتلين. واخد بالك ازاي؟ وهسميهم، هقف على ده كده اديله اي دي ار دي او جافا، وده هسميه RDO كوتلين، ولا ايه رايك ما تسميهمش؟ ايه رايك؟ مستعد بفضل الله اخليك تبرمجهم من غير ما تسميهم؟ طب كنترول زد، كنترول زد، ده بقى ايه اسمه؟ راديو باتن، مش هسميهم بفضل الله، شايف التسهيل بقى اهو. هعمل ايه؟ انا هعلم عليهم كلهم كده، واروح ماسكهم وحاططهم جوه الراديو جروب لانج دي، بس كده. همسك بقى الراديو جروب لانج وانزلها لتحت، ومش عايزهم جنب بعض، خليهم زي ما هم كده. هاخد نسخه من الزرار ده كوبي، واحطها هنا بيست، وهنزلها هنا كده. الزرار ده هيبقى جيت لانج بقى، ماشي، وهديله اسم بي تي ان لانج. بي تي ان مين؟ لانج، ده جيت لانج بيجيب لك الايه اللانج من هنا. هقف هنا طبعا، اختار بقى اللي انت عايزه، افتح دي وهتلاقي اللي عندك كله موجود، انت هتختار الحاجة اللي انت عايزها خلاص، على اساس تعلم عليها يعني. مش ده موضوعنا بقى، موضوعنا ان انا بدل ما اعمل، انا دلوقتي عندي كام واحدة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بدل ما اعمل اربعة الس اف، او بدل ما اعمل واحدة الس اف وتلاتة، واحدة اف وتلاتة الس اف وواحدة إلس، بدل ما أعمل كل ده أجيب الحاجة اللي الراجل معلم عليها على طول كده من غير ما أتعب نفسي. ينفع؟ أه بفضل الله ينفع، وده اللي إحنا عايزين نتعلمه دلوقتي. خلاص، وخد بالك أنا اتعمدت كمان إيه؟ ما سمهم، مش هنادي عليهم، مش هنادي عليهم خالص في البرمجة، تخيل. طيب أمال أعمل إيه بقى؟ بص، أنت هتلعب على الأر جي لانج بتاعتهم اللي أنا سميتها، سميتها ايه؟ ار جي لانج، هتلعب عليها.
ده الزرار اللي هيعرض الايه الناتج. هات هنا، تعالى هات لي الزرار يا بي تي ان لانج، انا هبرمجك دوت سيت اون كليك ليستنر. خلاص اهو بالمنظر ده كده. وهروح عامل ازاي؟ هبرمج جواه بقى. هبرمج جواه ايه؟ تعال نشوف. بص الار جي لانج اللي هو الراديو جروب عامه يعني دوت، في جواه حاجه اسمها شيكد راديو باتن اي دي. الشيكد راديو باتن اي دي دي، شيكد راديو باتن اي دي، بتجيب لك الاي دي الخاص بالراديو باتن اللي متعلم عليها فقط. طب انا مش عايز الاي دي بتاعها، هعمل بيه ايه؟ انا عايزها هي عشان اخد منها التكست اللي جواها، التكست اللي انت معبيه بايدك، كوتلين جافا سي شارب الى اخره، عايزها هي. فعلشان تاخدها هي تعمل ايه؟ تستخدم بقى عندك ايه، فايند فيو باي اي دي، وتدي له هنا الحاجه اللي انت عارف انه هيرجعها لك. هنا هو هيرجع لك ايه؟ هيرجع لك ايه يعني؟ هيرجع لك راديو باتن. فتروح كاتب هنا راديو باتن، ده هيرجع لك راديو باتن. فتروح كاتب هنا ايه؟ راديو باتن. بعد ما تعمل يعني فايند فيو باي اي دي هيرجع راديو باتن. طب بعد ما يرجع راديو باتن حط بقى جوه الاقواس هنا الاي دي عشان يرجعه لك. ماشي؟ بعد ما يرجع راديو باتن انت هتعمل ايه؟ خلي معاك اهو فار ار بي بيساوي الكلام ده. خلاص كده انت معاك الراديو باتن، معاك الار بي الراديو باتن. تيجي انت بقى الراديو باتن ده خلاص بقى كده هو ده اللي تم اختياره بس فقط. اعمل بيه اللي انت عايزه بقى، خد منه اللي انت عايزه، ظبط فيه اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. انده بقى على التي اكس تي لانج وقول له دوت تكست بيساوي الار بي التكست بتاعت بس. تخيل بقى بدون معاناة، شغل بقى كده اهو. تعال نشوف مع بعض. اوكي يلا يا جماعه، هو دلوقتي معلم على السي بلس بلس. دوس، بص كتب لك فوق ايه، سي بلس بلس، انزلها تحت شويه عشان توضح. حاضر، هاتها كده شويه كده تبقى كويس. اهي، طب عليه ايه؟ سي بلس بلس. علم على الرينج، رينج لوحدها ما ندهتش عليها خالص ولا عملت اي حاجه. بص سي شارب، بص جافا، شايف؟ بص كتل، علم بقى على اللي انت عايزه. حتى لو ضفت حاجات تاني هتشتغل معاك عادي جدا بدون اي برمجه وبدون اي تعديل في البرمجه، لان خلاص انت كده كده بتجيب ايه؟ بتجيب النص بتاعها، فاصبح سهل بالنسبه لك التعامل مع اكتر من راديو باتن. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.